الساعة تشير إلى تمام الثامنة مساء، موعد بداية الحجر المنزلي بالعاصمة. العمال في أتم الاستعداد لتنظيف وتعقيم مختلف الشوارع والساحات. تستمر عملية التعقيم في إطار برنامج مسطر من السيد والي ولاية الجزائر وتحت إشراف السيدة والي المنتدبة لسيدي محمد. أول عملية تعقيم بمياه البحر، بعد انتهاء عملية التعقيم يتم غسل الصهاريج بالمياه العادية تفاديا لتأكل المضخات والصهاريج بالمياه المالحة. إضافة لسهرهم على التطبيق الصارم لأوقات الحجر المنزلي، أعوان الأمن يرافقون مختلف المصالح من أجل تسهيل عمليات التعقيم. في إطار مواصلة حملات التعقيم لمجابهة جائحة كورونا كوفيد 19، رافقت خلية الإصغاء والنشاط الوقائي لأمن المقاطعة الإدارية التابعة لخلية الاتصال والعلاقات الأمة بالأمن ولاية الجزائر السلطات المحلية في تعقيم شوارع العاصمة، حيث تسهر جميع التشكيلات الأمنية الموضوعة في الميدان لتسهيل هذه المهمة. عمليات التعقيم والتنظيف من شأنها الحد من الانتشار الرهيب للكوفيد 19 والحفاظ على صحة المواطن.